سلام. قال ولما قال ثم ليدعو معناها بعد السلام. يرفع فيه اليدين ولا ما يرفع فيه اليدين؟ قال يرفع فيه، هذا موطن فيها ترفع ايش؟ الايدي. ثم ليدعو. طيب ايش صيغه الدعاء؟ اول حاجه الحمد والثناء على الله، ثم تدخل في الدعاء. يعني تقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، كهو مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال اذا دعا احدكم فليحمد الله وليصلي علي ثم ليسال مسالته. ولما سمع رجل يدعو من غير ما الحمد والثناء قال عجل عجل هذا. فتكون بالحمد والثناء على الله، ثم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ثم تدعو: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم ان كان زواجي من فلانه، اللهم ان كان وظيفتي كذا، اللهم ان كان سفري كذا، خير لي في ديني ومعاشي، او قال في عاقبتي في عاجل امري واجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كان هذا الأمر، يكرر مرة ثانية، شر لي في ديني ومعاشي، أو قال عاجل أمري وأجلي، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به، لا حول ولا قوة إلا بك. هذا في الحديث واردة. بس انتهينا، يمسحه، ما فيش مسح. طيب هل يجوز أن يجعل أكثر من طلب في استخارة واحدة؟ يجوز، ما في مانع. اللهم إن كان، وتقول الأمر زواجي ووظيفتي ولقاء وكذا، ما في مانع، ثم تكرر في المرة الثانية، ما في مانع، كله في نفس الدعاء للاستخارة. طيب هل يجوز أن يكرر الاستخارة؟ وجهان للعلماء. شيخنا الشيخ أحمد المختار لا يرى بذلك. الشيخ بن باز قال يجوز أن يكرر الاستخارة حتى يطمئن قلبه إليها. طيب هل مع الاستخارة لابد فيها من رؤية؟ لا يشترط لذلك ولا يمنع ذلك، لا يشترط لذلك. يعني بعض الناس يقول لك إلا شوف رؤية عشان أعرف الاستخارة ضبطت ولا لا، لا يشترط لذلك. وفي نفس اللحظة لا يمنع ذلك أيضا، ممكن تشوف رؤية. سبحان الله، كثير من الناس يستخيروا على طول، ربنا إيش يلهمه برؤية، ما في مانع، لا يشترط ولا يمنع. وضحت هذه أيها الكرام الفضلاء؟ تبقى بعد ذلك المسألة الأخيرة. طب كيف أعرف إن أنا استخارتي قبلت أو لم تقبل؟ بإقبالك أو إحجامك، بإقبالك وتيسير الأمر لك، أو بإحجامك وإعراضك عن إيش؟ عن الأمر. طيب هل مع الإقبال والإحجام أكرر حتى يستريح قلبي؟ نعم، تكرر الاستخارة حتى يستريح قلبك. نعم، تتركها او كذا، ما في مانع. ما هو ده، هو ده كله يدخل في اذا هم احدكم بالامر. ما الهم هو ايش؟ هو فعل القلب، نيته، اما قبل الفعل او بعد ان، او ان كان في فعل او كان في امر ويريد ان يغير لامر اخر، استمر معاهم، لا جاني عرض في مكان ثاني، لا ابغى ارجع الى بلدي، ابغى ان اعمل ترمينيشن لشغلي، كل هذا يدخل في ايش؟ اذا هم احدكم بايش؟ اذا هم احدكم ب ايش؟ كيف يا حبيبي؟ ما فهمت. نعم؟ اي، ما احنا قلنا من العلامات ان الامر يسهل عندك او الامر يصعب عندك، او تقبل عليه او ان تحجم اليه. هل تعيد مع كل هذا؟ نعم تعيد لحد ما يتيسر، وما في معنى. طيب استخار على زواج وظيفه وتيسرت وذهب ثم وجد ما لا يسره، قال اهل العلم: هذه استخارتك، هذه هي استخارتك. سؤال الشيخ محمد المختار، قال يا شيخ انا استخرت على الزواج وتزوجت وطلقت بعد سنه. قال له هذه استخارتك ان شاء الله، ولا في تعارض ابدا بينها. مرحبا الطلاق يعني ولا مرحبا؟ الشيخ معاه تليفون. ايوه، احنا قلنا مولانا، يعني قلنا اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. اللهم ان كان زواجي من فلانه، وان كان وظيفتي في المكان الفلاني، وسفري الى كذا، خير لي في ديني ومعاشي وعقيدتي، ثم نعم، ما في معنى. يجوز ان تعدد في المساله الواحده. ها؟ ما في مانع، لا باس. احنا قلنا وجهان، شيخ الشيخ عبد المختار يقول لا، في السنن الترمذي وعمده الاحكام، لكن الشيخ بن باز يقول ويجوز له ان يكررها حتى يستريح. اي ما في مانع، ما في مانع.
أيوة ما في مانع من دون الفريضة، إذا قرأ مع الفاتحة سورة لا حرج، إن قرأ الفاتحة من غير سورة فلا حرج، كأنها نافع يعني.